بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكر نادي الرياضي المحترف لجيل يغمراسن على هذه الدعوة، وفي نفس الوقت كرموني بهذا التكريم. نقولهم شكرا جزيلا، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح. والله في الحقيقة كانت لوحة فنية جميلة، خاصة مع الأطفال والكبار الفنانين والإعلاميين وزميلي قدار وكل فنانين. نتمنى لهم ان شاء الله عيد سعيد، وكل عام هما بخير ان شاء الله. ورانا نشوفوا هنا في لوبانو، والشهاده هذه اللي اعتز بها ان شاء الله تكون عندي في الارشيف لولادي لولاد الولادي ان شاء الله. تحيه مني من الاستاذ شايله بشير، سفير التراث اللباس الوهراني الجزائري، واليكم الف تحيه. مع السلامه.